السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. أسعد بلقائكم. وطبعا قبل ما نبدأ في فيديو النهاردة، أتمنى من حضراتكم دعم بالسبسكرايب وشير وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننزله. ده بالنسبة للجزء الخالص اللي هو طبعا فضلكم علينا. طيب، موضوع الفيديو بقى النهاردة هو موضوع ناس كتيرة طبعا لما نزلنا فيديوهات جمال مبارك، طبعا الناس بتقول انتوا بتأيدوا جمال مبارك وانتوا خلاص هترجعونا تاني لحكم مبارك، وانتوا مالكوش ما عندكوش مبدا، وانتوا ما عندكوش كلمه، وانتوا يعني ايه بعض الاصوات. طبعا ده مش اللجان، يعني سيبك من كلام اللجان، لكن في ناس بتقول طب يا جماعه احنا هنروح من واحد سيء لواحد سيء تاني، او هنروح لحرام الحرامي. هو بس انا حبيت اوضح حاجتين. طبعا الموضوع الفيديو المهم هنتكلم فيه في الاخر، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان انا ما بكون مثلا بقول جمال مبارك هو اي خرى غير السيسي فهو حاجه كويسه. يعني انا بالنسبه لي لما تيجي تقول مفيش بدايل، يعني اي حد غير السيسي فده بديل كويس، قولا واحدا. يعني الموضوع مش محتاج ان احنا ايه نزايد على بعض، وكلنا شايفين يعني اعر الزباله احسن من السيسي، بس قولا واحدا. فايا كان مين اللي جاي، المهم يبقى فيه لحلحه في المشهد، لخلخه زي ما بيقولوا، واخد بالك؟ فيعني ايه الموضوع مش اكتر من كده. فهو فكرة الدعم مش دعم لا للشخص ولا المحدة، هو نظام زفت. وانا هنا ما بدعمش، انا نفسي التغيير يحصل، يعني انا نفسي ان السيسي يغور. مين اللي يجي بقى؟ مش قصتي دلوقتي، لان لما السيسي يمشي وحد هيجي فهيبقى فيه لحلحة في المشهد، هيبقى فيه بقى شوية ايه موائمات، شوية تفاهمات، على الاقل يا راجل الناس تطلع. يعني احنا كل طموحنا دلوقتي ان الناس المعتقلين اللي في مصر على الاقل يطلعوا ويروحوا بيتهم. يعني انا ده امنيتي الحقيقية، دي نمرة واحد. بعد كده طبعا بقى الناس دي تخرج وتصور ومصر تتحرر، طبعا ده لازم، ده حلمنا كلنا. بس فده فيما يخص الموضوع ده، لكن هو ليس دعم ولا تأييد ولا، يعني مش هنمشي نقول احنا حميرك يا جمال واحنا حميرك يا دمال، يعني مش هنعمل كده طبعا. ده فيما يخص الجزئية دي. طيب الجزء الثاني بقى وده الاهم، هو جمال مبارك ما تقبضش عليه ليه؟ بس عشان تعرفوا ان جمال برضو ما بيطلع بالشكل ده، لا، في حدوته ورا جمال، في ظهر ورا جمال. الموضوع مش سهل يعني. وبرضو الناس ما تاخدش الكلام ده ان انا بسوق لجمال افندي ومبارك، لا يعني مش كده خالص. بس انا عايز اقول لك عشان بس ناكد الكلام اللي احنا بنقوله، ان احنا بنقول ان جمال مدعوم من الامارات، شوكته قويه، شوكته قويه، بدليل ان هو حضرتك طلع هز السوشيال ميديا في الكام يوم اللي فاتوا، وكان ترند كام يوم اللي فاتوا، والدنيا كانت مقلوبه بسببه كام يوم اللي فاتوا، ومع ذلك الراجل برنس. لا وايه بقى، وعلاء اخوه طالع بيطلع يغرد عادي على تويتر بقى، ويقعدوا يتكلموا وبيتكلموا بقى، بيناقشوا قضايا البلد، خلاص بقى ما اصحاب البلد ما حدش يقدر يكلمه. فهو السؤال ازاي جمال مبارك بيتحرك حتى الان بالحريه دي، ما حدش كلمه، ما حدش مثلا طلع له قضايا البورصه، طلع له قضايا مش عارف اختلاس. انتوا عارفين يعني الحركات زي ما النظام بيعمل. يعني مثلا على سبيل المثال انا بس بقول لك الفرق بينه وبين مين بقى، بين احمد قنصوه. الراجل احمد قنصوه الراجل طلع قال لك انا بعلن ترشحي، تك هوب ما شفناش احمد قنصوه تاني. سامي عنان، شوف سامي عنان يا راجل، سامي عنان اللي هو يعني كان بالمناسبه سامي عنان اعلن ترشحه وهو في قمه قوته وعلاقاته، يعني جمال كان طلع بس كان لا كان كان سامي عنان يعني حد تقيل وعظمه ناشفه في الجيش، ولا زال على فكره، خدوا بالكم ولا زال. اول ما طلع قال لك الشعب السيد في الوطن السيد، ما شفناش لسي سيد، خلصت، اتشقط على طول. فما جمال طلع بقى يا جماعه، طبعا احمد شفيق معروف، احمد شفيق اصلا كان جاي هناك، جاي من الامارات في شوال، فمش هنجيب سيرته يعني. فبرضه احمد شفيق، يعني احمد شفيق كان مرشح قدام مرسي، يعني كان راس براس. فالفكره في ايه؟ الفكره ان انا عايز اقول لك ان جمال مبارك، لا جمال مبارك خط احمر، وجمال مبارك فعلا هو القلق الفتره الجايه على السيسي. احنا ما يهمناش الكلام ده، يعني احنا في النهايه زي ما بنقول احنا اي حد ضد السيسي ماشي، يبقى في لحلحه، المهم السيسي غرفه ده هي. لكن بالتوازي ده احنا الاصل، يعني احنا الاصل او انتم الاصل، الشعب الاصل هو اللي هيغير، الشعب هو اللي هيتحرك، الشعب هو اللي هينزل، الشعب هو اللي هيجيب حق، الشعب هو اللي هيبقى يختار. يعني ما السيسي غرفه ده هي، الشعب ساعتها هو اللي يقول انا عايز مين ومش عايز مين. بس السيسي يمشي ان شاء الله، باذن الله يمشي قريب باذن الله، نتمنى ده طبعا بنزول الناس وبحركه قويه في الشارع. انتوا عارفين الجيش هيستحمل ولا الشرطه تستحمل ولا حاجه، رغم ان هو كان بيستجد الشرطه امبارح وراح للشرطه وقعد يقول لهم مش عارف انتوا ايه والشهداء جايين ايه وكلام كلام خايب من ده، اللي هو بيحفزهم ان هو يعني يحموني من الاخر، راح يقع في عرضهم. المهم فانا عايز اقول لك ان التغيير هيجي مننا احنا، هيجي من الشعب،
مش هيجي من حد تاني، وساعتها تقدر تختار. بس نكمل بقى يعني بعد المرحله الاولى لما السيسي يغور في داهيه، احنا طبعا لازم نكمل في طريقنا، مش لازم نستنى بقى، مش هنستنى جمال بقى، مش هنبدل الواحد سيء بواحد حرام يعني، هما الاثنين اسخن من بعض. فاحنا مش عايزين نوصل ايه للمرحله دي. دي فيما يخص الموضوع بتاع سؤال جمال. لا يا جماعه، جمال مدعوم فعلا، وجمال مسنود قوي، والناس ساندينه بره، عشان كده السيسي مش قادر يعمل معاه حاجه، رغم ان هو اسهل حاجه. انتوا عارفين زي ما قلنا، جبت لكم نموذجين كده في الثلاث نماذج، احمد قمصوة، سامي عنان، احمد شفيق، دول اتشقطوا في ثانيه، واخد بالك؟ ده طبعا عمال يعني راح درجه، راح للمنصه واخد معاهم زهره رايح بيها عند ابوه، ويعني والسوشيال ميديا ما شاء الله موجبه معاه قوي يعني، حبايبه في المخابرات، اباهم الذي في المخابرات شغال معاهم برضو، الله ينور. فطبعا نتمنى ان الايام الجايه الناس تبدا تركز في طريقها، سيبك بقى من جمال والسيسي والكلام ده، طريق الناس، طريق الثوره، هو ده ان شاء الله اللي هيكون الحل باذن الله للخلاص. واتمنى الناس تخلي بالها جدا، الناس اللي هتنزل تخلي بالها ازاي تحمي نفسها، ازاي تدافع عن نفسها، ازاي تكمل مسيرتها النفس الطويل، ازاي الناس تقدر تتواصل مع بعض، تتقابل مع بعض، تتلاقى مع بعض، ما يبعدوش عن بعض. كل الحاجات دي طبعا مطلوبه، وانتم طبعا حضراتكم اضرب ده مني او مننا يعني. واتمنى التوفيق لكل الناس والخلاص لشعب مصر. اتمنى من حضراتكم في نهايه الفيديو دعم بلايك وسبسكرايب وشير، وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. سلام، نشوفكم في فيديو جديد.